الأهلي بدأ مسيرته مع المدير الفني السويسري مارسيل كولر بأفضل طريقة ممكنة بعد ما قدر يحقق السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك في ماتش بيكون ليه دايماً طابع خاص، وخصوصاً لما بيكون على بطولة بتكون بطولة خاصة جداً. كولر قدر بعد 5 ماتشات بس يحقق أول بطولة ليه مع النادي الأهلي ويبدأ مسيرة الألقاب سريعاً، وزي ما بنقول كده يدخل قلوب الأهلوية من الباب الواسع جداً بحصد بطولة وكمان على حساب غريمه الزمالك، عشان يأكد الكعب العالي لمدرب الأهلي الجديد في ماتشات القمة ضد الزمالك على بطولة السوبر تحديداً. وبالنظر لتاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في السوبر المصري، هنلاقي الأهلي لاعب غريمه التقليدي في 5 مرات بمدرب جديد، وقدر فيهم كلهم يحقق البطولة. البداية كانت في سنة 2003 لما قدر الأهلي تحت قيادة فنية جديدة مع توني أوليفيرا يفوز على الزمالك في السوبر المصري بضربات الجزاء بعد ما الماتش انتهى بالتعادل السلبي. في 2014 لعب النادي الأهلي لتاني مرة مع مدرب جديد هو خوان كارلوس جاريدو وقصاد الزمالك في السوبر المصري، وفاز المارد الأحمر للمرة التانية بضربات الجزاء برضو بعد ما التعادل السلبي حسم 90 دقيقة. وجات المرة الثالثة في 2015 وأكدت تفوق مدرب الأهلي الجديد على الزمالك في السوبر المصري بعد ما واجه عبد العزيز عبد الشافي المدرب المؤقت وقتها نظيره البرتغالي جوزفالدو فيريرا، وقدر يفوز عليه ب3 أهداف مقابل هدفين علشان يكرس عقدة المدرب الجديد في مواجهة السوبر ضد غريمه التقليدي. وفي 2019 جه ريني فايلر للأهلي وواجه الزمالك في السوبر المصري في ظروف كانت مشابهة جداً لمارسيل كولر، وقدر يكمل تفوق المدرب الجديد على الفارس الأبيض تاريخياً في السوبر، وفاز ب3 أهداف مقابل هدفين علشان يكون المدرب الجديد دايماً وش الخير على الأهلي في قمة السوبر. 5 ماتشات لعبهم الأهلي بمدرب جديد في السوبر المصري ضد الزمالك، قدر يفوز فيهم كلهم علشان يكون دايماً وجود وجه جديد على مقاعد البدلاء الحمر، فالخير على الأهلي وجماهيره في السوبر.